رجاء اليك، انت تحتفلين في بلبس اليوم بقميص رياضي، اليوم الاحتفال احتفال بالتاهل بقميص رياضي. طبعا هنيئا لنا للمغاربه قاطبه من جديد ولكل العرب بهذا النصر التاريخي للمنتخب المغربي ضمن منافسات كاس العالم قطر. ومعنا للتفصيل في هذا الموضوع من العاصمه الاردنيه عمان المحلل الرياضي معتصم يونس. اهلا وسهلا بكم سيد معتصم. مساء الخير رجاء، مساء الخير لينا، مساء الخير لكل الزملاء الكرام في ميديان تي في ولكل مشاهديكم الافاضل ولعموم الشعب المغربي وقياده الشعب المملكه المغربيه. الف مبروك علينا وعليكم جزيلا هذا الانتصار، هذا الامور المستحق، هذه الفرحة الكبيرة. نعم بكل تأكيد سعداء للغاية بما حصل في الأمس. أكيد. طيب إنجاز يعني تاريخي مغربي وعربي يحققه المنتخب المغربي بتأهله لربع نهائي كأس العالم قطر 2022 على حساب نظيره الإسباني بركلات الترجيح، يعني ما الذي مكن المنتخب المغربي من تحقيق هذا الإنجاز الخارق في المونديال القطري، وما المكاسب التي يحققها المغرب اليوم بهذا التأهل ضمن منافسات مونديال قطر؟ في البداية ما هو سبب هذا الإنجاز لنكون واضحين وبصورة دقيقة؟ الإنجاز سببه الطفرة أو التغيير المفاجئ في القيادة الفنية التي حصلت لأسود الأطلس بإزاحة المدرب السابق خليل زيتش والتعاقد مع وليد الرقراقي، هذا الرجل الذي وحد غرف الغيار، هذا الرجل الذي آمن بالمجموعة والمجموعة آمنت به، هذا الرجل الذي قدم للاعبين العطاء الكثير، الثقة الكبيرة، وحد الصفوف اللاعبين، وأيضا في ذات الوقت هو يمنحهم المساحة داخل أرضية الميدان ليعبروا عن أنفسهم، ليلعبوا باسم وطنهم بكل روح قتالية، بكل شجاعة، بكل رجولة. والأهم بكل ذلك، دوما لابد للاعب كرة القدم أن يمتلك الثقة بنفسه وأن يكون لديه ذكاء تكتيكي في أرضية الميدان. نعلم جيدا بأن المدرب لا يمنح أو لا يساعد المهاجمين في كيفية التسجيل أو لا يعلمهم ذلك، بل هم المطالبين بذلك، وفقط يضع الأفكار والخطط ويمنحهم الثقة ويمنحهم الصبر. بالتالي في غضون أقل من 3 شهور تحدث هكذا الطفرة النوعية، هذا بالطبع سيكون لديه مردود على أرضية الميدان. بالتالي نتحدث عن مواجهات معقدة للغاية، منتخب كرواتيا منتخب وصيف العالم، المنتخب البلجيكي منتخب حل في المركز الثالث للعالم في النسخة الماضية، تحدث عن المنتخب الكندي منتخب متطور منتخب سريع لديه شبان رائعين للغاية تهزمهم، والآن مواجهة تكتيكية صعبة، مواجهة نفسية، مواجهة عصيبة أمام الجيران الإسبان، والكل يعلم جيدا بأن منتخب لاروخا ليس بأي منتخب عابر في كرة القدم العالمية. بالتالي هناك الكثير من العمل التكتيكي، هناك الكثير من الثقة بالنفس، هناك الكثير من قراءة المعطيات لحظة بلحظة وإيصال اللقاء إلى ما يريد. وهذا بصراحة ما استشعرته في لقاء الأمس، بأن المدرب وليد الرقراقي واللاعبين يعلمون جيدا بأنهم يبحثون عن هدف لاقتناص الفرصة وقتل اللقاء، لأن إسبانيا نعم نجحت، سيطرت، استحوذت، وصلت 77%، ولكن في النهاية من ينجح من ينتصر هو من يجهز الخطة ويبني عليها. والدليل على ذلك بأن المنتخب المغربي وسود الأطلس كانوا الأكثر جهوزية لركلات الترجيح، والحمد لله الثقة كانت في محلها ووفقهم الله في العبور. طيب الآن يعني المغرب في موعد مع البرتغال ضمن ربع النهائي السبت المقبل، ولأول مرة منذ 16 عاما تبلغ البرتغال ربع النهائي، أي تكتيك وأي أسلوب لعب يمكن أن يعتمده المغرب في هذه المواجهة الصعبة من أجل تخطي عقبة البرتغال؟ هل سينتهج المغرب مجددا أسلوب التراجع الدفاعي نسبيا وسيواصل الاعتماد على الكرات المرتدة كما فعل في مواجهته مع إسبانيا؟ وأي فرص ترفع حظوظه في هز شباك الغريم البرتغالي؟ نعم رجاء، فعلا هو سؤال في محله، وانا ضد التغيير. ليس الان في الامتار الاخيره من البطوله سنقوم بتغيير اسلوبنا، الان لا نريد ان يتمتع احد بنا، نريد فقط ان نحقق النتائج، والنتائج تاتي من مواصله الاعتماد على ذات الخطه الناجحه. هو ليس حذر تكتيكي او حذر دفاعي بقدر ما هو اسلوب لعب، لاننا نشاهد بان الاسود الاطلس يلعبون بما يسمى بالمطرقة والسندان. المطرقة أنا أقوم بامتصاصك إلى المناطق الخلفية تضغط عليه، ولكني قوي جدا في التنظيم الدفاعي أو التكتل الدفاعي. شاهدنا كيفية إخراج الكرة تحت الضغط، بداية من بونو أكراد إلى رومان سايس لاعبين الأطراف، هناك شيء مميز للغاية. ولكن أيضا نحن قويين في سرعة الارتداد الهجومي، سواء زياش، سواء حكيمي، سواء بوفال، نصيري. بالتالي أسلوب الهجمات المرتدة هو أسلوب قديم جديد، ولكن الفارق هو الفاعلية. وفي لقاء الأمس أمام إسبانيا أعتقد بأن كانت لدينا فرصة لإنهاء المأمورية قبل الوصول إلى ضربات الجزاء عن طريق عبد الحق صبيري، ولكن قدر الله ما شاء فعل، لربما كانت الزاوية أو المسافة قريبة
من الحارس أوناي سيمون حارس المنتخب الإسباني، بالتالي لم تكن لدينا الفرصة لإنهاء المأمورية. ولكن أنا مع الحفاظ على ذات الأسلوب، مع الإبقاء على ذات التشكيلة الأساسية، نعم. شاهدنا في الأمس بأن أفضل اللاعبين كانوا هم لاعبين الأسود الأطلس، سواء سفيان مرابط، سواء عز الدين أوناي، سواء زياش، سواء رومان ساي، سواء حكيمي. هذه المجموعة أو التوليفة طبعا، حتى لا ننسى بكل تأكيد السد العالي ياسين بونو لأنه هو رجل الموقع. أنا مع الحفاظ على ذلك وعدم النظر للبرتغال على أنه منتخب كبير. يعني هو منتخب حالنا بحاله. أي تأثير اليوم على إصابة مجموعة من اللاعبين الأساسيين ضمن تشكيلة المنتخب، ويعني أي تأثير لها على فعالية أدائهم ضمن مواجهتهم المقبلة مع البرتغال؟ بكل تأكيد في بعض الأحيان هذا شيء عليك الاعتياد عليه. نعلم جيدا بأننا بدأنا بـ 11 لاعب أساسي، وهناك فقط 5 أسماء تم استخدامها من الدكة، لأن دوما هذه البطولات لا يمكن أن تمنح فيها الدقائق لكامل التشكيلة أو كامل اللاعبين، لأننا مركزين على فكرة أو تكتيك معين يتطلب منا أن نعتمد على 11 لاعب أساسي، بالتالي سيكون هناك تراكم للمصروفات البدنية. لعبنا في الأمس يوم الثلاثاء وسنلعب يوم السبت، إذن هناك 3 أيام 72 ساعة، أعتقد بأنها فترة كافية للاستشفاء العضلي في علم الفسيولوجيا وفي علم التحضير للمباريات المتتالية. ولكن الشيء المميز بأن أغلب اللاعبين المنتخب المنتخب المغربي أسود الأطلس هم ناشطين في الكرة الأوروبية، ونحن نعلم منذ نهاية جائحة كورونا بأن أغلب اللاعبين أغلب البطولات أصبحوا يلعبوا بمعدل لقاء كل 3 أيام، هذا شيء بالتالي لربما يخفي موضوع الإجهاد العضلي، ولكن الإصابات لربما تكون مؤثرة لا قدر الله بشكل سلبي. ولكن لدينا حلول، لدينا إمكانيات، لدينا تكتيكنا الخاص بنا، وبصراحة في بعض الأحيان الضغط العكسي يريح اللاعبين، الضغط العكسي هو ترك الكرة للخصم وفقط التمركز أو الانتشار بالشكل الصحيح لتكسير الهجمات والاعتماد على أسلوب معين في الهجوم المضاد. طيب مقابلة البرتغال سويسرا انتهت بتسجيل البرتغال السداسية مقابل هدف واحد للمنتخب السويسري، والكل تفاجأ خلال المباراة بترك رونالدو على مقاعد البدلاء واستبداله بغونسالو راموس الذي تألق خلال هذه المباراة وقاد بلاده إلى اكتساح سويسرا. كيف يمكن أو كيف تقرؤون سياسة مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس التي وصفها الخبراء بكونها جعلت الفريق يتمتع بالحيوية الكبيرة والسرعات الكبيرة واللامركزية في الخط الأمامي، وأي خطورة تشكلها على المنتخب المغربي وعلى نقاط ضعف المنتخب المغربي؟ بتصور شخصي نقاط ضعف المنتخب المغربي هي كثرة الاعتماد على أسلوب التمريرات الأرضية وخاصة في خط الدفاع في عملية الإخراج، لأننا بصراحة هذا شيء إيجابي بأنك لا تقوم بتشتيت الكرة كما هي كرة القدم الفوضوية تحت الضغط نقوم بإخراجها بسلاسة، ولكن أعتقد بأننا سنتفادى هذه المشكلة. ولكن لماذا المدرب سانتوس يقوم بإراحة كريستيانو رونالدو؟ لأن رونالدو أثار الكثير من الفوضى، خلق بلبلة داخل صفوف المنتخب البرتغالي، جلب مشاكل مانشستر يونايتد إلى داخل صفوف سيليساو أوروبا، وفي بعض الأحيان نشاهد بأنه يؤثر بشكل سلبي على اللاعبين، بالتالي قام بالجلسة على الدكة. شاهدنا كما تفضلت رجا، نعم المنتخب البرتغالي تحرر، أصبح يمتلك لا مركزية، شاهدنا راموش يسجل هاتريك ويصنع، شاهدنا بأن هناك شيء غير عادي، سرعة، انطلاقات، عملية تمركز واضح، بالتالي نحن لا نريد التركيز على نقاط قوة المنتخب البرتغالي بقدر ما هو التركيز على أسلوب لعبنا الخاص. طيب نشكرك جزيلا على حضورك معنا وعلى كل هذه التوضيحات، كنت معنا ضيفا المحلل الرياضي معتصم يونس من العاصمة الأردنية عمان.